من سباقات ميدان المرموم في هذا الملتقى وفي هذا الختام الذي يشهد عاصمة الميادين هنا في ميدان الوثبة في ختام المهرجان الختامي لهذه الانطلاقات ومهرجان كأس الخليج الذي يقدم هذه النوعيات المتميزة التي نتابعها في سن اللقاية مع هذه البداية الأولى في ظل انطلاقة سباقات الهجن العربية الأصيلة هنا للمرة الثانية على أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين بالوثبة في انطلاقات كأس الخليج الخامسة والتي جاءت هنا بالرعاية الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأمده بالصحة والعافية يا رب العالمين والدعم الكبير لانطلاقة هذه الرياضة وكافة الرياضات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين الذي أعلن دعمه المتواصل لانطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة والشكر أيضا موصول لمن أشرف دائما وتابع كل التحديات لهذه السباقات وهذه الرياضة دائما سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أهلا بالجميع من خلال هذه الانطلاقة الأولى التي تحمل هذا الاندفاع الأول في هذا المساء وأول الأشواط التي تنطلق في هذه اللحظات حاملة هذه الأسماء المتميزة والشعارات التي تمثل دول الخليج في هذا الانطلاق القوي والمثير بعد الترحيب من خلال هذه البداية الأولى أيضا بسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة بهيئة طيران الإمارات كذلك طيران الرئاسة كذلك الترحيب أيضا بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم الذي يتابع هذه البداية ونرحب أيضا بضيف البلاد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن في دولة قطر ونرحب بالجميع أيضا من خلال هذه البداية الأولى ونسير مع أول الأشواط في هذه الانطلاقة والكأس الأولى التي تحملها في هذا الاندفاع المقدمة والبداية الأولى حملولة تأتي من في المركز الأول من منتخب الإمارات وهجن الرئاسة بتضمير علي بن إيمي للوهيبي بينما المركز الثاني الشيذمان في المركز الثاني هنا من دولة قطر في اندفاع هجن الشحانية وسالم بن يابر بن فاران المري في المنافسة بينما المركز الثالث أوهيل في المركز الثالث بشعار دولة الإمارات هنا مع هجن الرئاسة وعلي بن جمي اللوهيبي بينما المركز الرابع خطير في المركز الرابع بشعار الاندفاع القوي وكون تصل رابعا أيضا بالشعار القطري مع هجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران المري وكذلك تأتي الشعبية في المركز الخامس بالشعار القطري لهجن الشحانية وسلطان بن محمد اللوهيبي في التضمير هذه الأسماء التي انطلقت في أول الأشواط بحثا عن أول الانطلاقات أول التحديات أول المنافسات في هذه الأمسية الجميلة التي تعلن كل البداية الأولى ما شاء الله تصدر إماراتي مع المقدمة وهملولة هنا مع الظافر علي بن إيميل اللوهيبي في انطلاقة هجن الرئاسة على المقدمة والصدارة بينما المركز الثاني تتقدم الشيذمان في المركز الثاني بشعار الهجن القطرية هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري في المتابعة المركز الثالث تنطلق كون أيضا بشعار القطري مع هجن الشحانية وسالم بن جابر بن فاران المري بينما خامسا تتدخل الشعبية بشعار القطري أيضا بهجن الشحانية وسالم بن محمد اللوهيبي في هذا الصراع
مع انطلاق هذه اللحظات. ما شاء الله وتبارك الله، الأمتار الأخيرة تصدر التنافس الأول في هذه الأمسية، تصدر الكأس الأولى من خلال هذه الانطلاقات في هذه اللحظات. ما شاء الله، قطري قطري، كأسنا الأولى هي بالفعل قطرية من خلال هذا الاندفاع. ما شاء الله وتبارك الله، خماسية قطرية على القمة والبداية الأولى لمن النصر، لمن الفوز. يا سلام يا سلام يا سلام، سلام يا الشحانية، سلام يا دولة قطر، سلام، سلام قطري من خلال التنافس على القمة الأولى. ود وهي ود، ود وهي ود، الشامخة الشامخة وود. السلام قطري، السلام قطري، التحية هنا قطرية من خلال هذه المنافسة الأولى. الله 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 الله، ثلاثية هذا الشوط، الشوط الأول، الكأس الأولى، الميداليات الثلاث بالشعار العنابي. سلام يا قطر، سلام، سلام مع هذا الأداء. المركز الرابع أيضا بالشعار القطري، والمركز الخامس يحمل أيضا اللون الأدعم، الشعار القطري في ختام هذه الانطلاقة والكأس الأولى. ما شاء الله وتبارك الله، دخول قادم من البداية الأولى، والشامخة تحقق أول انتصاراتها في هذه الأمسية، تحمل هذه البداية التي انطلقت في هذا المساء في الختام الرائع في هذه الأمسية المميزة. الشامخة 5:46، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى هجن الشيحانية في هذه الانطلاقة، وتهانينا محمد بن خالد العطية. ما شاء الله وتبارك الله، المركز الثاني هي ود أيضا من هجن الشحانية، 5:46، وتسعة من الأجزاء من الثاني. تهانينا من خلال هذا الانطلاق، تهانينا سالم بن يابر بن فاران المري. والمركز الثالث يذهب إلى انطلاقة المركز الرابع، وكون أيضا في المركز الثالث لهجن الشحانية وسالم بن يابر بن فاران المري أيضا ب5:47 وجزئين من الثانية. الكأس الأولى والميدالية الثلاث الأولى لونها أدعم، الشعار عنابي.